شعار كبير مصطفى مصري، بنرحب بيك معانا حبيبي. حبيبي طبعا عايزين، انا اتفاجئنا بان في قضايا بينك وبين بسمه غسيل، يعني احنا اعتقدنا انها من اعتزلت من وقت ما اتجوزت تامر، فما نعرفش ان كان في قضايا متعلقه وان كان في بينكم اتفاقات وان في اغاني اصلا انت مسجلها لها. عايزين نعرف تفاصيل القصه كامله منك وايه اللي حصل فيها لحد النهارده. والله بسمة بصير كانت بالنسبة لي من مشروع، يعني من كام سنة، وبذلت فيه مجهود كبير وصرفت عليه فلوس كتير ونفذت أغاني واشتغلت، يعني جبتها من المغرب وجبتها مصر، وعلى فكرة كنت أنا السبب أنها تعرفت على تامر واتجوزت تامر، وكان يعني كنا أول لقاء بينهم عن طريق يعني. بفتكر في اليوم ده ايه اللي حصل، ده يعني ساعات بضحك لما بفتكر اللقطه اللي حصلت بين تامر وبين اسمى وبين بسمه الاول لقاء بينهم. يعني احنا المفروض كنا في مهرجان موازين، وتامر فوق وهي قالت لي نفسي اشوف تامر، انا بحب تامر، انا عارف انها كانت بتحبه كفنان، يعني كانت فعلا بتحبه بجد كفنان. فقلت لها مدام دي رغبتك يعني خلاص يلا خليك تسلمي عليه وتتصوري معاه وكده. وكان عندنا يوميها حفله، يعني كان تامر المفروض الساعه يعني طالعين له على اساس ان احنا نازلين على الحفله في مهرجان موازين، فده كان اول لقاء. فاخدتها وطلعت عند تامر عشان تسلم عليه، والله شفت لقطه عمري ما هنساها انا والناس اللي واقفين، طبعا كلنا عمرنا ما هنساها. شفت فيلم عبد الحليم وشاديه، تامر لا مش عارف ايه، راحت معيطه، راح هو واخدها في حضنه وراح مطبطب عليها، ترفع وشها تعيط وراح حاططها تاني، واحنا واقفين ناس مدير مهرجان موازين واقف وناس مسؤولين وصحافه وناس واقفه كتير يعني حوالين منا، وده حصل قدامنا وخلص الموضوع على كده. وتامر عمل الحفله وكده، وتقريبا زي ما يعني اداها كونتاكت واداها يعني رقم تليفون يعني حاجه كده، يعني حاجه من القبيل. حصل بينهم تواصل. طبعا انا التواصل ده ما عرفتش عنه حاجه، انا التواصل انا جبت اسمها من المغرب على هنا على اساس ان احنا هننفذ شريط وانا ماضي معاها كشركه، انا عملت شركه في المغرب اساسا بسبب الموضوع ده، يعني كان مشروعي ان انا امضي مع بنت مغربيه، فكان لازم ابقى عندي شركه في المغرب، فاسست شركه في المغرب، وبناء على الشركه دي مضيت مع بسمه، ورحت تعرفت على اهلها وسافرت لها بلد غير يعني بعيد عن كازابلانكا بكتير، ركبنا طياره يعني عشان نروح لهم في بلد اسمها ورزه زيت، اتعرف على اهلها واشوف الناس اللي انا همضي مع بنتهم، لان الموضوع مش موضوع انك بتمضي مع مطربة وخلاص، المفروض انت بتشوف مين اللي هتمضي معاها عشان تشتغل لها يعني. فكان مهم عندي ان اعرف البيت، وتعرفت عليهم، والمهم جبتها هنا وفعلا نفذت 6 اغاني بصوتها عندي موجودين لغايه دلوقتي. لما جت هي هنا وانا بشتغل فجأة وهي موجوده، بتصل بيها ما لقيت تليفونها مقفول، رحت المكان اللي هي المفروض انا مخليها تقيم فيه يعني، لقيت هدومها مش موجوده وما فيش حاجه موجوده ولا اي حاجه، وسابت يعني واختفت فجاه اختفت. فانا كان المفروض ان انا في اللحظه دي اتصل بوالدها واهلها اللي انا رحت اللي هم يعني المفروض بعتلي بنتهم، فانا كان لازم اتصل باهلها اعرف يعني يعرفوا هي فين ولا ايه اللي حصل ولا كده. فاتصلت بوالدها ساعتها وقال لي لا ما تخافش انا بنتي ما بخافش عليها ويعني عارف هي بتعمل ايه، انا مش قلقان عليها وكده. قلت له يعني انت خلاص، انا بس دي مسؤوليه، انا حبيت اعرف يعني انت عارف هي فين، وقال لي تمام ما تخافش فسكت. غبت بقى شويه كده شهرين، تعرف الوسط بتاعنا يعني بنعرف عن بعض كل حاجه حتى لو بالصدفه يعني، ده كان هنا وده كان هنا وده يجي يقول لك انا كنت هناك وكان في مش عارف مين، عرفت انها متواجده عند تامر في البيت، عند تامر حسني في البيت
مقيمه. فانا استغربت بعديها بشويه ده تامر كتب عليها او مش عارف ايه او ارتبط بيها يعني. فالموضوع دخل في جواز بعد كده كتب كتابه عليها واتجوزها. فالموضوع دخل في جواز اصبح بقى ليها راجل يعني ما يعني. واخويا يعني تامر ده انا اخويا الصغير انا بعتبره اخويا الصغير يعني. تامر انا في بدايه مشواره الفني انا عامل له قرب حبيبي يعني بينا برضو حاجات جميله. فالمفروض ان احنا يعني نشوف بعض يعني. وبعدين انا في الاول وفي الاخر دي مهما كانت مراته انا لغايه النهارده. شوف الموضوع ده بدخل في بقاله سنوات كتيره يعني. انا لغايه دلوقتي ما طلعتش اتكلمت في برنامج او اسأت لحد بس علشان خاطر هي بقت مراته وام ولاده. فاهمني يعني انا محترم الحته دي بس في الاخر في حق وفي اصول. اللي ما يتبعش الحق والاصول يبقى هو حر. فانا اضطريت لما لقيت مفيش اي حلول وديه بتحصل يعني المفروض يعني انا كنت مستني ان تامر مثلا قبل ما يتجوزها يسالني عليها ما هو عارفها من معايا وانا اخوك كبير المفروض حتى كان يعني يستشرني. هو ما حصلش كل الحاجات دي طبعا. وفي الاخر وفي الاول انا اعتبرتها خلاص مراته ومش عايز يعني مش عايز الحرب تبقى بيني وبين تامر. انا تامر اخويا الصغير انا ما عنديش مشكله مع تامر. انا عندي مشكله مع مرات تامر مشكله من قبل ما تتجوزوا كمان. انا ماليش يعني يعني ده موضوع وده موضوع فاهمني. فمش عايز اخلي الموضوع. تامر بقى خد الموضوع شويه يعني انها يعني ما اعرفش خده يعني بشكل تاني غير اللي انا بكلمك عليه غير الاصول يعني. ف... يعني كان ايه تصرف تامر اللي انت شفته فيه نافع للاصول وكان ايه رده فعلا يعني رد فعله معاك لما انت جيت قلت له ان انا ماضي معاها وان انا ليا حقوق وان انا انا تامر للاسف انا كلمت نصر محروس مع طبعا مع احتفاظي بال يعني مع احترامي للاسماء والالقاب اخويا نصر محروس وكلمت استاذ محسن جابر وكلمت ناس كتير اللي هي المفروض تبقى قريبه من تامر وشرحت لهم القصه على اساس نحلها ودي ما لقيتش ردود وديه فاضطريت الجا للقضاء وده شيء طبيعي وده حقي لاني فعلا انا لو واجهتها هخليك تشوف فعلا انا صرفت عليها ولا ما صرفتش عليها هي نفسها تقول فاهم. فانا كنت بشتغل في مشروع هي كمان مش بس كده ده هي بوظت لي كل اللي انا عملته يعني. انا لما تشوف انت لما تعمل شركه في مكان واول واحده تمضي معاها ويحصل معاك الموضوع ده وانت بتعمل شركه في المغرب في بلد غير بلدك ويحصل معاك موضوع ده خلاص بيقفلك من كل حاجه يعني بيخليك بيضيع لك طموحك في انك تعمل اي حاجه تاني لما البدايه تكون سيئه يعني. عايزين نعرف تفاصيل العقد بينكم كان شكله ايه وشروط الجزائيه فيه ونعرف التفاصيل المتاحه ان احنا نعرفها. والله هو طبعا الموضوع في ايد القضاء. احنا وصلنا لمرحله داخلين على في شهر 4 ان شاء الله محكمه النقض لان انا كسبت مرحله ابتدائيه وهي كسبت الاستئناف لنفس السبب اللي كسبت بيه عكسه حصل في الاستئناف. نوضح عشان مش فاهم. يعني انا العقد اللي بيني وبين اسمه بيقول ان وبين بسمه سوري العقد اللي بيني وبين بسمه بيقول انه لو حصل بيننا خلاف المحاكم المغربيه تفصل بيننا. فانا كان المفروض ارفع القضيه في المغرب. الشركه هنا وهي جت هنا ونفذنا الشغل هنا وفرع الشركه بقت هنا وانا موجود اللي هو ممثل الشركه موجود هنا وهي بقت موجوده هنا وعندها اقامه هنا واتجوزت هنا وبقت كل حاجه ها ومعاها جنسيه مصريه. فانا رفعت القضيه في مصر لان انا هروح المغرب ارفع قضيه واخد بالك. في اول مرحله في القضاء طلب مننا قدمنا اوراق تثبت انها مقيمه هنا وانها كده فالحكم جه في صالحنا. لنفس السبب ده في الاستئناف هي كسبت المرحلة الثانية ان المفروض المحاكم المغربية هي اللي تفصل بيننا واخد بالك يعني عكس الموضوع. طبعا ان شاء الله املنا كبير في القضاء
والمحكمه في ايد الورق في ايد محكمه النقض، وهو اللي هيفصل برضو بيننا ان شاء الله. اكيد اللي ليه حق يعني هياخده. بس